بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاضلنا الديليت عشان عملنا الكراد اوبريشن كلها. الديليت بسيطه جدا في فكرتها، يعني العمليه بسيطه خالص، ابسط من الابديت وابسط من الاد بكتير، لكن يعني ممكن ناخد مثلا اي حاجه من دول. مثلا دخلنا في الكول دي، وخلينا ايه اعمل اكزامبل جديد. سوري ما اشتغلتش معايا دي، تستيم موجود اهو، نعمل له ريفاكتنج بس عشان هو تقريبا ايه الدوت راحت. ماشي، خلينا نبدأ ونعدل فيه اللي احنا عايزينه. الديليت طبعا بدل جيت امبلويز انا هقول له ديليت امبلي. طبعا لازم يبعت لي الايه الامبلي اي دي عشان اقدر اعمل عمليه الحذف، وبالتالي الريكوست بتاعي مش هيبقى جيت خالص، هيبقى ديليت. والاند بوينت بعد الاند بوينت انا هعمل سلاش، وبعد السلاش لازم رقم الموظف. مظبوط، يعني لازم احط الامبلي اي دي، وبعد الامبلي اي دي احط الجيس. دي لازم، دي اهم حاجه في الديليت، لان الديليت هيمشي على الاي دي ده. اند بوينت امبلويز سلاش الاي دي بقى اللي انت بعته دوت جيس، هي دي الاصل الموضوع اصلا، ويرد عليا بالستاتس كود، يرد عليا بالجيسون النتيجه اللي جايه هي دي بس. خلاص الديليت خلصت. البرنت مش محتاجين برنت خالص، مش محتاجين البرنت دي خالص. والله لو عايزين نعمل فايند الاول قبل ما يحذف، يعني نتاكد ان هو الاول ان هو موجود قبل ما نحذفه، ما فيش مشكله ان احنا نعمل ده. يعني ان احنا نعمل حاجه فايند وتبرنت البيانات القديمه ونقول انت متاكد عايز تحذفه ولا لا. وطبعا دي معناها ان الفايند عندنا تكون اللي هي دي جيت امبلي داتا بالبرنت بتاعتها بكله ده، الثلاثه فانكشنز دول يكونوا موجودين مع الديليت لانه هيبقوا مساعدين دلوقتي. طيب انا هضيفهم هنا عشان انا هستخدمهم يعني مع الديليت. طيب بقى عندي ان انا اطبع، وعندي ان انا جيت والكلام ده كله. يبقى انا عندي واحده كول بقى ديليت دي، يعني هعرف واحده فانكشن اسمها كول ديليت. كول ديليت دي بقى هعمل بقى فيها ايه؟ ان انا هكلم ده كله واشتغل عليها. طيب في الكول ديليت انا هعمل ايه؟ اول حاجه هقول له الامب اي دي، هقول له انبوت انتر دي اي دي تو ديليت تو ديليت. طيب بعد كده هعمل بقى ايه؟ بعد ما عملت كده هقول له جبت لي، يعني هقول له هنادي عليه على يعني على جيت اللي هي اللي بعت الاي دي والاي. طبعا ده ممكن يرجع لي بيانات موظف صحيح يساوي ام دوت جيت اي دي، يرجع لي بيانات موظف. لما يرجع لي بيانات موظف انا ممكن اطبعها، يعني اقول له برنت اللي يوم تبعت الام بي طبعت بيانات الموظف. بعد كده ايه هيبقى في عندي؟ هساله سؤال ويبقى في رد، هقول له ار مثلا يو شور يو وونت تو ريموف ذيس امبلي داتا، هقول له يس اور نو. انا ما يهمنيش يس، انا يهمني النو. اقول له اف يهمني يس، الاثنين يهمني. اقول له ريسبونس لو كانت بتساوي يس اللي تهمني مش النو، لان
هي دي اللي هتعمل الدليل، غير كده مش هعمل حاجه. صح؟ فاقول له ايه في الحاله دي؟ بس هينادي على الدليل ام بي اي وابعت له الام بي اي اي دي بتاعه او لينكد ان. خلاص. وبعديها اقول له، ممكن اقول له برنت كمان النتيجه دي، برنت لما الدليل يحصل النتيجه اللي جت من فوق. تعال نجرب ننادي الاول، اقول له كول ديليت واعمل رن. قلت له مثلا انا عايز احط رقم 0، فقال لي الاي دي رقم 10، اللي عليه برضه رقم 1 ورقم تليفوناته. انت متاكد انت عايز تحذف؟ لو قلت له لو، طبعا مش هيحصل حاجه. تمام. رن تاني، بس محتاج ان انا بعد احب انا احط الكول ممكن عشان افصل الكتابه ممكن دخل رقم 0. قال اللي هو عادل انت عايز تحذفه؟ قلت له يس عايز احذفه. طالما رجع لي نمط معناها ان هو حذف. ده اسلوب الفيربيز كده، لو رجعنا نلاقي رقم 1 رقم 2 رقم 0 اتحذف فعلا، فنمط معناها ان هو اتحذف يعني. فانا ممكن اقول له هنا، اقول له اف لو دي جت معايا نمط، اقول له مثلا طلع مسج مثلا، اقول له برنت deleted مثلا كده. عندنا نبي رقم واحد ده كان مين؟ كان اسمه ايه؟ مهند. تعالى نعزف مهند رقم واحد نجرب. تعمل رن. طب عايز احط رقم واحد، قال لي 11 مهند ده كده كده كده. قلت له ايوه يس، تعالى اتاكد هحذفه. قال لي البليد دي سكسسفل. اروح اعمل عبد تبريز الاقي ما بقاش فيه ميسر. احنا اشتغلنا على اليو كي، كنا عملنا كونفجريشنز كامله على الفاير بيز. والسلام عليكم.